حملة واسعة تشهدها مدينة كركوك لمشاريع إكساء الطرق الرئيسية والفرعية رغم قلة التخصيصات المالية ضمن خطة وضعتها لتشمل 500 مشروع خدمي وفرت من خلالها فرص عمل لأكثر من 30,000 عامل. الإدارة المحلية دعت إلى زيادة مشاريع إعمار المناطق المدمرة في أقضية ونواحي كركوك. بالحقيقة الشغل استمراره جاي من ثقة المقاول بإجراءات الإدارة في الحصول على التمويل. احنا من الأسبوع القادم سنمول المقاولين تنمية الأقاليم، والمبلغ موجود في محافظة كركوك، ونأمل خلال الأسبوعين القادمين أن يكون تمويل البترودولار، وسنمول مشاريع البترودولار. لازلنا حصتنا في تمويل الاستقرار، إعادة الاستقرار واليو إن دي بي وصندوق الإعمار لا تقارن بحجم الضرر اللي حصل في كركوك نتيجة الإرهاب. حقيقة كركوك مبكرا وضعت خطة ضمن موازنة عام 2019 مشاريع أكثر من 500 مشروع في عموم المحافظة، أسهمت في توفير أكثر من 30,000 فرصة عمل، وما زالت متابعتها مستمرة مع الوزارات الاتحادية المختصة التخطيط والمالية في ضمان التمويل لمشاريعها المستمرة ضمن الخطة. مواطنون دعوا الجهات المعنية لبذل مزيد من الجهود لإنجاز المشاريع الحيوية ومحاسبة المقصرين من المقاولين المتلكئين. احنا مقبلين على شتاء، وهناك بعض المشاريع لا زال العمل بها متوقف بسبب عمل المقاولين. نتمنى أنه يكون هناك يعني محاسبة جدية ووقفة جدية مع المقاولين من أجل إتمام جميع هذه المشاريع. كركوك بحاجة إلى حملة إعمار كبيرة. يعني اليوم احنا كركوك نطالب يعني من الحكومة المركزية في بغداد أن تدعم أهالي كركوك، لأن للأسف كثير من المشاريع في كركوك توقفت وتلكأت. مئات المشاريع الخدمية في كركوك والتي خططت لها الإدارة المحلية تنتظر التخصيصات المالية لإكمالها، في وقت تطمح المحافظة بزيادة المشاريع التي هي من إعمار المناطق المدمرة. رودي أنور، العراقية الإخبارية، كركوك.